مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في اليوم 56 من الغزو الروسي لأوكرانيا. تتواصل العمليات العسكرية الروسية في مناطق مختلفة. فقد أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا تواصل شن هجماتها على عدة مدن مختلفة في شرق البلاد، مؤكدة أن روسيا استهدفت مصنع أزوفستال للصلب في ماريبول. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية ألكسندر موتزينيك أن معركة إقليم دونباس في الشرق الأوكراني ضد القوات الروسية حاسمة بالنسبة لبلاده. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت 1053 منشأة عسكرية في أوكرانيا في أثناء الليل، ودمرت 106 مواقع إطلاق النار، واستهدفت أيضا نقاطا بمنطقتي نوروفنستفا وكيلوسفاكا بصواريخ عالية الدقة. الآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.